قال الدين غالي عضو مجلس شيوخ لجنة التضامن وحقوق الإنسان إنه كان هناك اتفاق على تحديد الآليات التي نحافظ بها على الأسرة المصرية. وأكدت خلال مشاركتها بالحوار الوطني أن التماسك المجتمعي هو الركيزة المهمة التي يجب أن يتم العمل عليها. النهاردة كان بعض النقاط اللي تم الحديث أو التطرق إليها كان حد الكد والسعاية، وده أنا كان عندي توصية فيه، لأن الحقيقة الموضوع شائك ما بين هل يجوز أو لا يجوز، والحقيقة هو يجوز. وكان أحد المقترحات اللي تقدمت بيها النهاردة الزوجة على مدار سنوات طويلة ممكن تكون شريك في ثروة الرجل وشريك داعم بشكل مادي لرجل، يعني عندنا السيدات الفضليات المصريات لا تبخل ممكن تقلع مشغولات ذهبية أو جزء من ميراثها أو جزء من يعني دخلها.